بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، حل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كله، أمين. بدأنا المحاضرة الأولى في اللاهوت المقارن المرة اللي فاتت، واتكلمنا عن مقدمة عامة، وبعدين تطرقنا لنقطة جوهرية خلاف بيننا وبين إخواتنا البروتستانت بصفة خاصة، وهي الأسرار بصفة عامة، وتطرقنا بالتفصيل لسر المعمودية بصفة خاصة باعتبار باب الأسرار ومن أهم الأسرار، لأن من غير المعمودية بتغلق كافة البركات والاستحقاقات اللي ممكن ننالها بدم المسيح. بابها هو المعمودية. نقطة تانية خلافية، احنا قلنا اتكلمنا عن الخلافات العامة بيننا وبين الطوائف، قلنا في نقط مشتركة معنا ومع الطوائف الأخرى، وقلنا هنركز شوية مع إخواتنا البروتستانت، وفي محاضرة هنأجلها هقول لكم على ميعادها في نهاية المحاضرة. دي نقطة عامة مع الطوائف الأخرى كلها، فدي هتحتاج تركيز شديد، هتبقى محاضرتين في بعض. هقعد عن ميعادها في نهاية اللقاء بتاع النهاردة. من النقط المهمة اللي بنختلف فيها مع إخواتنا البروتستانت التقليد، التقليد الكنسي. البروتستانت لا يقر بالتقليد ولا يقبله إلا الكتاب المقدس فقط، دايما يقول للكتاب وبس. في حين أن التقليد مبدأ كتابي، والتقليد موجود من قبل الكتاب كمان، من قبل الوحي المكتوب لآلاف السنين. أول وحي مكتوب بدأ بموسى النبي، ده قبل الميلاد بحوالي 14-15 قرن، لكن آلاف السنين من آدم لموسى لم يكن هناك وحي مكتوب، ولكن كان في عبادة لله. هذه العبادة وأصولها بتعتمد على إيه؟ كانت على التقليد. أول حاجة في الكتاب نفسه تبين لنا إحنا بنحاول نثبت التقليد من الإيه؟ من الكتاب المقدس نفسه. بنقول حتى لو هما بيؤمنوا بالكتاب فإن الكتاب هو الأقر لمبدأ التقليد. لما أولاد آدم قايين وهابيل قدموا ذبائح، ذبيحة هابيل قبلت وذبيحة قايين لم تقبل، أو قدمت هابيل قايين لم تقبل. لأن أولا مين اللي قال لهم يقدموا؟
تقدموا ذبيحة أو تقدموا. عرفوا منين؟ من آدم أبوه. وآدم عرف منين؟ من ربنا. فتقدمت هابيل كانت حسب مشيئة الله ونالت قبولا، لكن تقدمت قايين لم تكن مقبولة أمام الله. نلاقي مبدأ الذبائح مستمر. يذكر الكتاب أيام نوح لما دخل الطوفان وخد من كل الكائنات والحيوانات والطيور ودخلها الفلك من جوه، وبعد ما انتهى الطوفان يقول الكتاب ايه؟ أخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. دي التكوين 28. وهنا في نقطتين، مين اللي قال له يقدم ذبيحة أولا؟ عرفها منين؟ كان في نص مكتوب. ثانياً، وده أدق، ما قدمش من أي حيوانات ومن أي طيور. يقول البهائم الطاهرة ومن الطيور الطاهرة. مين اللي حدد إن البهيمة الحيوان ده طاهر وده مش طاهر، أو الطائر ده طاهر وده مش طاهر؟ مين اللي حدد كده؟ عرف منين؟ من التقليد. إذا أصول العبادة موجودة، وإن لم تكن مكتوبة لكن تسلم بالتقليد. الابن يستلم عن أبوه، الأب يستلم عن الجد، وهكذا. أبونا إبراهيم نفسه لما قابل ملكي صادق كاهن الله العلي، زي الكتاب بيقول، يقول ايه؟ يوصف الكتاب انه كاهن الله العلي، وقدم له العشور. دي في تكوين 14. فهنا في نقطتين مهمين جدا. أول حاجة، كلمة كاهن جت فين قبل كده؟ مين اللي قال في كهنوت؟ وعرف منين؟ كانش لسه الناموس المكتوب ايه، ولا الكهنوت بقى في نص بيه، لكن ابراهيم ابو الاباء قدم له العشور بصفتي كاهن الله العلي. دي نقطة. النقطة التانية، مبدأ تقديم العشور. دي وصايا إلهية إن الإنسان يقدم العشور. دي نصها في الكتاب لما بقى الوحي مكتوب. لكن قبل كده عرف منين إبراهيم أبو الآباء إنه يجب تقدمة العشور؟
عرف منين؟ من التقليد. يبقى إذا إحنا عمالين نشوف نمشي خطوة خطوة إنه قر التقليد من خلال الكتاب المقدس. خير يا أبونا في حاجة؟ طب يدخلوا بسرعة يا أبونا.